السلام عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بأغرب السرقات التي وقعت في المساجد في أماكن العبادة. في هذا الفيديو الأول غادي نشوفوا هذا الشاب هذا اللي يدير راسه على أنه كيصلي وكاين حدا هذا الصندوق ديال التبرعات. لاحظوا فاش سال الصلاة بدأ كيشوف الصندوق وكيطلع ليه، يعني خطط باش يسرق الاموال اللي كاينه في هذا الصندوق. هذا هنا راه كيجبد شي حاجه من الجيب ديالو. لاحظوا هنا شاف البلاصه اللي مسدود منها هذاك الصندوق، مشى وغادي يعاود يرجع غيجيب واحد الاداه باش يفتح هذاك الصندوق. لاحظوا راه تمكن من الفتح ديالو وغادي ياخذ بعض الاموال بسرعه وغادي يمشي، لكن كيبان على ان هذاك الشيء اللي خدا ما قنعوش وغادي يعاود يرجع، يعني كيبان على انه خائف غيعاود ياخذ مره اخرى. ثم ايضا غادي يرجع للمره الثالثه وغادي ياخذ هذاك الشيء اللي باقي، كاع هذيك الاوراق النقديه كامله خداها. هذا المقطع الاخر غادي نشوفوا واحد الشخص اللي كيسرق الاحذيه من المساجد. هذا صاحب اللباس الاحمر لاحظوا على انه جيب معاه واحد الساك، لاحظوا على انه حط الصنداله ديالو او الحذاء ديالو وغادي ياخذ حذاء اخر. هذاك الحذاء الاخر اللي خدا داروا في هذاك الساك والحذاء تاعو هزوا باليد ديالو. هنا كتبين الكاميرا على انه دخل المسجد، هنا وضع هذاك الحذاء ديالو والساك، وفي نفس الوقت كيشوف تما واش كاين شي حذاء اللي غالي او شي حذاء اللي ساوي الثمن. لاحظوا هنا كيدير على انه بحال كيقاد شي حاجه. هنا غادي يدخل المكان الخاص بالوضوء، كما كتلاحظوا على انه دخل لهذا المكان ديال الوضوء. ها هو، يعني الكاميرا شداته في جميع البلايص، جميع الاماكن صورته الكاميرا. هنا غادي يجلس باش يتوضا، يعني بحال هذا النوع هذا كيدخل المسجد من اجل السرقه، اش من وضوء واش من صلاه. هنا راه كيتوضا، ربما حتى الوضوء ما الى لاحظتوا ما يعني ما توضاش بشكل صحيح، والله اعلم. مباشره الوجه، يعني ما دارش كاع الانف تاعو، ما غسلوش. يعني توضى بسرعه، ما كاينش دقيقه، غادي ينوض. هو فقط راه كيفكر غير من اجل السرقه، كيفكر غير شنو غادي يسرق. هنا كيشوف الاحذيه واش كاين شي حذاء اللي غيعجبو اللي عارفو على انه غادي يبيعو بثمن، او هنا كيقلب على شي حذاء اللي كاين في الكيس. هنا ما لقاش، يعني بحال هذا ما كيصليش الصلاه كامله، يعني كيصلي غير واحد الركعه او جوج وكينوض باش ياخذ هذيك الاحذيه اللي بغا وكيمشي كيخرج من المسجد. مازال كيشوف واش كاين شي حذاء اللي دير الثمن. هنا ما بان ليه والو غادي يمشي. هنا راه خدا هذاك الشيء اللي بغا وها هو خرج من الباب ديال المسجد. هنا ايضا غادي نشوفوا سرقه الاحذيه. لاحظوا هذا الشخص هذا وضع واحد الحقيبه ديالو او واحد الساك ديالو هنا في المكان اللي كيتوضعوا فيه الاحذيه. لاحظوا على انه خلى الناس حتى سجدوا وغادي ينوض من بلاصتو وغادي يمشي. خدا الاحذيه اللي بغا دارهم في الساك ديالو وغادي يغادر المسجد. هنا بان لي واحد الشخص جاي دار راسو بحال بغى يصلي وغيعاود ياخذ الساك تاعو وغادي يغادر المسجد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا جوج ديال اللصوص اللي غادي يدخلوا لهذا المكان اللي ساكن فيه المؤذن ديال المسجد
وغادي يسرقوا دراجة نارية ديالو. هنا فرصة باش ما نخلوش الأبواب ديالنا مفتوحة ونردوا البال من اللصوص. في هذا المقطع الآخر غادي نشوفوا هذا صاحب التيشورت الأبيض والسروال الأحمر، هنا بغى يسرق هذه الدراجة النارية اللي متوقفة أمام المسجد. لاحظوا على أنه كيدير بحال كيشوف شي حاجة في الهاتف، يعني لس قرر أنه يسرق الدراجة النارية. ما غيكتفيش فقط بهذه الدراجة النارية، بل أيضا غيقوم بسرقة حذاء من هذوك الأحذية اللي موضوعة أمام المسجد. لاحظوا هنا الخطة، وضع الحذاء دياله هو، يعني ودار بحال بغى يدخل، ما غاديش يدخل، غادي يرجع وغادي يلبس حذاء آخر. لاحظوا يعني خدا حذاء آخر، كيدير على أنه بحال كيتكلم في الهاتف، بحال صونا ليه شي واحد ورجع بغى يهضر معاه، يعني راه مرتبك كيتسنى الفرصة المناسبة اللي ما غاديش يشوف فيها شي واحد، يتسنى الفرصة باش ياخد الدراجة. يعني ما ردش البال الكاميرا على انك تصوروا، رغم انه تيبان شوية بوضوح، يعني يوهم الناس على انك يتكلم في الهاتف. هنا غادي ياخد الدراجة، لاحظوا كيفاش الطريقة باش خداها، وغادي يغادر المكان. يعني قام بسرقة حذاء وسرقة دراجة هوائية. في هذا الفيديو الآخر غادي نشوفو جوج ديال اللصوص كيديروا واحد الخطة غريبة باش يسرقوا الناس. لاحظوا على أن واحد كيوقف في الباب ديال المسجد، هما راه متافقين، وكيعرقل دخول الناس، بينما الشخص الآخر صاحبه كيقوم بسرقة الأغراض اللي موجودة في الجيب بسرعة، كيسرق داك الشيء اللي كاين في الجيب ديال هذاك الشخص بسرعة وبخفة. هنا راه واقف الباب، لاحظوا صافي راه صاحبه راه سرق داك الشيء اللي بغا. هنا غادي نوضحوا السرقة أكثر كيفاش كتم. لاحظوا معايا هذا السيد هذا هو اللي غيتسرق، ثم هذا هو السارق وهذا هو صاحبه. لاحظوا على أن واحد فيهم كيسبق كيوقف في الباب باش كيمنع هذاك السيد ما يدخلش، ثم صاحبه كيجي وراه وكيسرق ليه داك الشيء بسرعه. لاحظوا هنا كيفاش كيرفع الحقيبه او الهاتف بسرعه بيد وكياخذو بيد الاخرى. هنا صافي راه قضاو الغرض، تمت السرقه، صاحبه هنا غادي يخرج، وهنا راه تمت السرقه. كنظن على ان هذاك صاحب التيشيرت الاسود شافهم، هنا راه سرقوا وغادي يرجعوا غيخرجوا. لاحظوا كيفاش كيرفع الحقيبة أو الهاتف من الجيب بخفة وكياخدو باليد الأخرى. هنا صافي راه تمت السرقة، هو متفق هو صاحبه يعني مزيان على الخطة ومدربين عليها أيضا، يعني خفة يستعملوا الخفة، يعني لاحظوا مزيان هنا من زاوية أخرى. هذا هو اللص اللي كيسبق كيوقف في الباب، وصاحبه راه اللور يعني كيتسنى صاحبه حتى كيجي وكيسبق هو للباب. صافي راه تمت السرقة، هنا هما خارجين. خاصك ترد البال في المكان اللي كيكون فيه الازدحام. هنا من زاوية أخرى لاحظوا هذا هو اللص اللي كيوقف في الباب، هو كيدير بحال كيشوف شي حاجة، كيعرقل دخول هذاك الشخص الآخر اللي بغى يتسرق. صاحبه كيستخرج الحقيبة أو الهاتف بسرعة من الجيب بخفة وكيمشو المكان آخر أو الباب مسجد آخر.